يلا اخر مصاصتين للبيع. عمو يا حبيبي قلنا يطلع واحد عجبك عم مخدش من الطبق وهي مقطوعه. قول يا حبيبي مفتوحه. ايه يا عم؟ عمو ايه يا حبيبي؟ قلنا يمدح من التحالي بس عجبيني. يعني انت شحاته وديتني كديتها لك وكمان افتحها لك. ايه يا عم التصور ده بقى؟ انت بتعيط ليه يا حبيبي؟ وعيك الوقتي فيه مطبعك لكن ينفع مطبع جميل مطبع مغسل من الزبط التاني ونفع الامتحان عشان يدي مطبع قطع فريد ومجرى عليه شغل الشحاتة ده. شغل الشحاتة ده؟ اه. انت عايز تفتح المصاصة دي؟ اه. يا عم انت بتحرك بس متعيطش كده، تعالش نفسك يا حبيبي.